فلسفة السينما نحو أنتولوجيا الفيلم مدخل فينومينولوجي، نحو أنتولوجيا الفيلم مدخل فيمينولوجي، تأليف روبرت وود، ترجمة أحمد حمدي حسن. وكأن إجلال فيلسوف مثل ستانلي كافل للفيلم قد جعل من الأمر محل للتنازع والسجال، في حين يبدو واضحا لي وللكثير أيضا غير كافل أن الفيلم هو الشكل الفني المعاصر، المعاصر بالألف واللام. وكذلك فإن أروين بانوفسكي يلاحظ أن ذلك القالب من الأشكال المتحركة الفيلم أفضل من أي قوى أخرى مفردة كالآراء أو التذوق أو اللغة أو الملبس أو السلوك أو كل الخصائص الفيزيائية الواضحة التي تشمل كل ما هو عام لأكثر من 60% من سكان هذه الأرض. الفيلم هو الشكل الفني الجديد الذي أصبحنا عليه الآن بفعل تلك الخطوات الهائمة للتكنولوجيا الحديثة. والفيلم يشبه في ذلك الأوبرا في القرن 19 أو الكاتدرائيات في القرن 13. بعبارة أعمق، الفيلم هو المهارة الجامعة للعصر أو الفن الكلي المعاصر. يعيد تمييز الفيلم إنجمار بريدمان يعيد تمييز الفيلم على أنه المعادل الموضوعي المعاصر لكاتدرائية العصر الوسيط. فالفيلم رسم يخطه أكثر من فنان وفني، من كل الأرواح الفنية المعروفة، العمارة وتعشيق الزجاج والنحت والتصوير والأدباء والعازفون والموسيقيون، وهكذا على طول خط الحركة للتخصصات المختلفة. الفيلم يخطه أيضا كل من كتاب السيناريو والمخرجين والممثلين ورجال الكاميرا المصورين والمختصين بالإضاءة ومجموعات تصميم الديكور ومجموعات من الموسيقيين ووضع المؤثرات الخاصة وأيادي كثيرة للمساعدة. إنه لمن الغريب أن يمتلك الفيلم القوة لصنع عالمنا المختلس، لصنع حاضرنا داخل طريق مستحيل في واقع الحياة، لكل حالة من الفعل الإنساني، لتوسيع بدائل خبرتنا لأي واقع أو خيالا مرئيا وفضاء سمعيا. نحن نركز الانتباه هنا في هذه الدراسة على ما هو فوق طبيعة الوسيط الفيلمي ذاته، نركز على الإمكانات الغريبة المتميزة التي يمكن أن نحملها الكثير. وسيكون مدخلنا لهذه الدراسة بمنهج مزدوج بين المسح أو الجرد، بيان مفصل بالصفات والاهتمامات والقدرات الفينومينولوجي، والمقارنة مع الأشكال الفنية الشقيقة الأخرى، وبشكل خاص مع التصوير والمسرح والرواية، موضحين المميزات الخاصة بالفيلم. تظهر كل الأشكال الفنية داخل ذلك الفضاء المفارق، وهو مفارق بفعل البناء العام لمجال الدراية الإنسانية. ومجال الدراية الإنسانية له قطبان بايبولر. عند القطب الأكثر وضوحا نجد المكون الحسي الأساسي كمملكة للسمات الظاهرة ذو الحضور الآني المباشر، المعطى الحسي المباشر، بالإضافة إلى التضخيم المحدود للأشياء في مجال أجسامنا. ذلك التضخيم الناشئ من العلاقة بين أعضاء الحس المتعددة والتعتيم الكبير المسبب بفعل تأثير البيئة المجال، كما أن ذلك التضخيم يرتبط أيضا بتوسل وإغواء الرغبات الكامنة في مملكة الخفاء الخاصة بسيكولوجيتنا والتي تخدم في النهاية مصلحة وجودنا العضوي. وعند القطب الآخر لمجال الدراية الإنسانية الأقل وضوحا تكون المحاولة المبدئية للإحالة إلى ذلك الكل All. وبالرغم من أن ذلك الكل هو مجموع أجزائه، إلا أن هذه الحالة تستوقف السؤال عما يندرج تحت ذلك التضخيم المحدود الذي سبق الحديث عن أسبابه، للسطح المحسوس الذي سبق الحديث عنه كمعطى حسي على كل من جانبي الذات والموضوع. فيما وراء ذلك، فإن عملية الإحالة للكل تستوقف ذلك السؤال الخاص عن مكاننا في ذلك المخطط التخيلي
الرجلي الإسكيمي للأشياء. بعبارة أخرى، المعنى لذلك الكل المرتبط بالخيارات التي نصنعها نحن البشر من الممكنات التي نحمل عليها، معنى ذلك الكل بواسطة فهمنا وخبرتنا. إن تلك المسافة للإحالة البدائية لذلك الكل الكامل المتكهن به من قبلنا، والذي هو مفتقد للحال والحاضر والمدان المعطى الحسي المباشر، والتي تتحكم فيه اختياراتنا كطريق في الضوء يوجهنا إلى كيفية فهم مكاننا في المخطط التخيلي الإسكيمي الكامل للأشياء. خلاصة القول، إن كل الأشكال الفنية تطرح على الأرض وبقوة العصر ذلك التوطيد الحاسم ضيق الأفق عن المعنى والواقع الذي يتخلل الآخرين وتنبثق عنه ثقافة العالم، وذلك لصالح تلك الطرق المجازية المفارقة لكل من التفكير والفعل والشعور للأفراد المولودين داخل هذا العصر. لقد توطدت الفنون الرفيعة في عصر ما عبر تنويعات فرعية في ذلك الفضاء المفارق داخل العالم، متخذة أرضيتها في ذلك التمفصل للمظهريات المتنوعة في المجال الحسي كمجموعة داخل مجال الأحاسيس، لينفتح الفن الرفيع على الإحساس بالكامل ليجني عالم مأهول مثل ميولنا وأهواءنا الآهلة فينا عبر طريق تلقائي فطري يصل بنا خيوط من اليقين في الفكر والفعل. الفنون الرفيعة تحضر لنا أشياء يقينية منغلقة أمامنا ومجموعة أخرى من الأشياء عند تلك المسافة الفاصلة المفارقة التي سبق الحديث عنها. تصل الفنون الرفيعة مع الفيلم إلى محطتها الأخيرة ليتشارك الفيلم في ملء الفضاء المرئي مع التصوير والنحت والخزف، ليتشارك الفيلم في ملء الفضاء السمعي مع المسرح والشعر والموسيقى، ليتشارك الفيلم في ملء فضاء الفعل مع الأدب والمسرح. بعض المنظرين يدعون أن الوسيط الفيلمي يكون في حقيقته ضوء في حركة، لكننا سنأخذ الضوء في الإحساس العريض له الذي يحوي الضوء والظلام مثله في ذلك مثل كل الألوان في المجال المشاهد بالعين كفن مرئي في العموم. ألكسندر سيوسونيسكي يدعي أن الوسيط الفيلمي هو صياغة معقدة بواسطة الفضاء والزمن والحركة، وإذا استخدمنا علم المصطلحات الأرسطي ربما ندعي أن الوسيط الفيلمي هو ذلك التكشف المعقد للمادة المتحركة للفيلم بفعل الضوء. إن المادة النهائية للفيلم هي الفعل الإنساني المرئي بطريقة موصوفة أو مرسومة أو مصورة، بينما تكون الصيغة المعطاة للفيلم بشكل خاص هي الصيغة الأسطورية، ذلك الذي يربط كل الخصائص البصرية داخل ذلك الإطار الواحد العضوي الذي هو الفيلم. فأرسطو ذاته يعتبر تظاهر مرئي. إذا أخذنا في الاعتبار أننا نتحدث الآن في مجال الفن الهادف للمنفعة بالمعنى الواسع لا إلى الجمال ولا إلى الأسلوب، إن أرسطو تظاهر مرئي شاف الفيلم نفسه غير جوهري للعمل. هذا يستدعي الرؤية الأفلاطونية عن بعض التشوش في الكمال الإنساني بفعل الارتداد إلى ما هو حسي، فلله مجسد هو الأفضل، رؤية تم تحميلها أكثر مما تحتمل عبر العصور الوسطى المملة وفي سخافات الأرسطيين بواسطة توما الإكويني. وما الفيلم إلا واقعا تحت مرمى التجسيد مثله في ذلك مثل الفن عموما، إلا أنه يتفرد بكون تجسيد فيه ذو نزعة تأملية روحية حيث لا وجود للملمس. فقولنا بأن الفيلم لا مجسد يوهم بالصحة، إلا أن العلاقة بين التجسيد واللا تجسيد في الفيلم علاقة أكثر جدلية فهي بارادوكسية. فالفيلم يكون رؤية بالعين للمنطقة من الفعل ورد الفعل كتجسيد على مستوى الذات والتأمل، ذو النزعة الروحية التأملية يكون على مستوى الموضوع في الفيلم. لو أخذنا في الاعتبار علاقة الفيلم بالأشكال الفنية المرئية الأخرى، يلاحظ أن التصوير كجزء من الأشكال الفنية وينطبق الأمر كذلك على كل الأشكال الفنية، هو فكر ممسوك به في ذلك التوتر بين الشكل الاستاتيقي وعملية الإحالة للفكر، أي بين الحضور الآن المباشر للإحساس الفوري وما يغنيه العمل الفني كوسيط يحيلنا إلى العالم المأهول بالأفكار.
هل هو أي الشكل المخاطب للإحساس الفوري يوجه التصور للفكرة المقصودة أم لا؟ لكن الفيلم يكسر فكرة الحضور الكلي للفكرة المقصودة في التصوير بواسطة تحريكنا داخل السياق النشط للصور، بحيث تكون كل الصور مؤقتة. وإذا انتقلنا للنحت الذي يتميز بأنه ثلاثي الأبعاد، لذا يتطلب من الرائع التحرك حول الموضوع العمل النحتي لكي يحصل على الإحساس المنقول إليه من العمل عبر حصيرة العدد اللامحدود من الجوانب المعدة للرؤية، مثلا في متحركات كادر حيث تتحرك القطعة النحتية لأجل الرأي، لكن الكاميرا في الفيلم تحملنا حول الأبعاد الثلاثة للموضوع المرئي الموجود على الشاشة. فإذا انتقلنا للخزف كمثالا على الفن المبدع للوظائف الفراغية، حيث يضيف الأبعاد الثلاثة في النحت بعدا داخليا، مثل الانبعاثات المبعثرة بواسطة الاختلافات في الظروف الضوئية ما بين الظروف الضوئية الطبيعية والصناعية في الفيلم. إن التضاد بين الفيلم والنحت والخزف والتصوير يكمن في أن الفيلم يمتلك منظورا أحاديا للرؤية يسمى منظور الرؤية الأمامية المباشرة، مثل التصوير التشكيلي الواقعي. وهذا المنظور المرئي يطرح دائما ذلك السؤال الإدراكي عن الامتداد الواقعي للصورة، أي ما هو خلفها وما هو بجانبها. ويتضح هذين السؤالين بشدة في التصوير التشكيلي الواقعي. وعلى سبيل التضاد، نجد في التصوير الفوتوغرافي تساؤلات مصنوعة عن مدى الكفاءة والجودة في الإحساس بالعمق الداخلي للصورة، فيكون الحضور الفوتوغرافي في العالم الواقعي أشد، إذ أننا نعرف الامتداد الخلفي الكامن وراء الإطار للصورة، ولكننا لا نجيب على هذا السؤال ما هو بجانب الصورة. وبالرغم من هذا التضاد بين التصوير التشكيلي الواقعي والتصوير الفوتوغرافي، إلا أن الفكرة واحدة للإثنين. فلكي تصنع صورة فوتوغرافية جيدة، لابد أن تهتم في التصوير وتلتوي في الفوتوغرافيا من أجل إبراز التوازن الشكلي، لعبة الظلام والضوء والألوان داخل إطار الصورة، التكوين. إذن فالصورة لها إطار، ومن غير المحتمل أن الصورة تؤسس في عالم منغلق. الفيلم يتشارك مع التصوير التشكيلي والفوتوغرافيا الثابتة في كونهما ثنائي الأبعاد أو السطح المستوي الذي يمكن تحميله على المنظور الثابت للرؤية الأمامية الحاضرة لنا، مع الإيهام بالبعد الثالث للعالم. لكن هذه الصور المتحركة للفيلم والشبيهة مع متحركات كادر من حيث علاقتها بالرأي، بل وتتميز بالقدرة على تكرار التحرك حول موضوعها، القابلية للتكرار كما يحدث مع القطعة النحتية، حيث تمر هذه الصور المتحركة عبر مفصليات الأعمال البعد الداخلي. فضلا عن أن الفيلم مثل المسرح يمتلك مجموعة من خطوط السير المرتبطة بالمكان، إلا أنها خطوط سير طويلة في حالة الفيلم، وربما نفضلها نحن بطيئة متريسة في حالة المسرح. ربما يحصل الفيلم على صفر في كونه تصويرا فنيا، لكنه كمناظر مسرحية ربما نستطيع جذب الاهتمام به، إلا أن مناظر الفيلم تتميز بكونها وفي المصطلح الفيلمي محددة لزمن الرؤية. فضلا عن أن الالتفات المؤقت في المنظر، عملية الخروج منه والرجوع إليه ثانيا، يكون له مغزى أكبر مما يتضمن رؤية الفنون التشكيلية. والفيلم نشاط لبعض رجال الكاميرا المصورين، أما بشكل أكثر ميلا للفن الهادف إلى المنفعة بالمعنى الواسع، لا إلى الجمال ولا إلى الأسلوب، يكون الفيلم نشاطا للمخرجين. فالمصور يقدم رؤية من العمل التشكيلي، يحولها المخرج لخبرة فنية كاملة خلال الفيلم. ربما يقول واحد منا إن الفنون التشكيلية في الفيلم تؤثر على حرية تتبعنا البصري للأشياء، فتمتلك وتتحكم في رؤيتنا الفيلمية، بل وتنوب عنا في تحديد نقطة وزاوية الرؤية، ولا تترك لنا الحدث الفكري نتعامل
معه بعيوننا نحن، بل ترينا الحدث الفكري من خلال عيون رجال الكاميرا المصورين، فنحن واقعين تحت سلطتهم علينا أو سلطة خطوط سيرهم وحركتهم. ويجب أن نضيف في هذا الصدد ما يمكن أن تصنعه إمكانيات التنمية التكنولوجية في تجميد الإطار المرئي عن طريق معالجته كفوتوغرافيا ثابتة. فالفيلم نوع فرعي من الفوتوغرافيا على مستوى الآلية، والفيلم التقليدي السينمائي يكون من مادة الصور الفوتوغرافية الثابتة المرصوصة بتسلسل ما كصور فوتوغرافية ثابتة على بكرة. ذلك هو التخرج النهائي لهذا العمل الفني، الفيلم، ويتم بعد ذلك إسقاط الضوء عليه أثناء حركته المتقطعة المتعاقبة، ليسقط كمجموعة من المناظر الفوتوغرافية المتعاقبة على سطح الشاشة المستوي ثنائي الأبعاد. والحركة المتعاقبة لتلك المناظر الفوتوغرافية الثابتة هي التي تصنع إحساسنا بالبعد الثالث، العمق، كإيهام. هذا الإيهام موجود في هذا الشكل من العمل الفني، الفيلم، في حالتين: إدراك العمق أو البعد الثالث للصورة، وإدراك العمل الفني كعمل متصل رغم أنه صور ثابتة متقطعة متعاقبة. ونذكر هنا ملحوظ الديوي أن العمل الفني يكون هو ماذا تم تأليفه إدراكيا من الفيلم. وكيف لهذه الأعمال المنتج الفني تخطينا عبر إدراكنا؟ فما هو موجود بالفعل مجرد ضوء على الشاشة؟ ماذا يفعل العمل؟ إن الظاهرة الفيلمية، ظاهرة استمرارية الرؤية، تسمح لأن يكون هناك فيلم من كل هذه الأجزاء، الصور المتعاقبة الثابتة، العقل. كما أنه هناك بعض الاختلافات في الإطار الزمني بين زمن الفيلم وزمن الرؤية، لأنه بين الاثنين تكون غرفة القطع، المونتاج. فهناك عملية إعادة تكوين داخل كيان الفيلم ذاته كمجموعة صور متعاقبة. هذا يؤدي لأول اختلاف بين زمن الفيلم وزمن الرؤية. ونذكر هنا ملاحظة أنشنتاين أن العمل الفني الحقيقي في الفيلم أتى فقط من تجميع الأجزاء، الكادرات، الصور الفوتوغرافية الثابتة لتكاملها ككل في صورة فيلم عبر القطع واللصق وإعادة التجميع. المنتج المنتهي، الفيلم، يكون بشكل عميق مجرد كولاج، تجميع، قص ولصق. كل ما يؤخذ من التصوير مجرد مواد يمكن اختزالها او حشدها لتشكل الاطار الكلي المتساوق للفيلم. تتوالى الاحداث لكي يكون المنتج النهائي مستعد للخروج الى الحياة في ادراك المشاهدون. المخرج يترأس كل من الممثل وزاوية الكاميرا بواسطة توجيه رجال الكاميرا او توظيفهم كرجال كاميرا لانفسهم او لانفسهن، ثم يسمح المخرج لنفسه بعد انتهاء عمل المصورين نهائيا بالتعامل مع المادة الخارجية من التصوير والمعطى لغرفة القطع بواسطة إحساسه هو، أي المخرج، فينتقي أفضل ما يتراءى له من اللقطات على أساس اعتبارات كثيرة مثل جودة الصورة أو الأداء الأفضل للممثل أو زوايا وأحجام اللقطات. فما يخرج من غرفة القطع الذي هو الإطار الكامل للعمل، أي الفيلم، هو نتاج للمخرج مسترشدا بتأويله الكلي للسيناريو. ثم يأخذ الفيلم بعد ذلك طريقه للتحرير والطباعة نسخة عمل، ثم يجهز الفيلم ليكون جاهزا للعرض بعد أن يغادر غرفة أخرى تعمل على أحداث التضخيم الهائل للإمكانيات الكامنة في كل شعور، وضع المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية والمؤثرات الحية. إن عملية صنع الفيلم تبدأ وتتوقف على النتائج المتكونة بفعل القطع وإعادة التجميع. بالرغم من ذلك، يمكننا القول أن العلاقات المتبادلة بين الفضاء والزمن تكون تحت أمرنا وسيطرتنا. التجميع النهائي للفيلم لا يستطيع وحده الانتقال داخل إطار الزمن للقصة من الحاضر إلى الماضي والمستقبل. لذلك لا يتم ذلك إلا بواسطة التركيب المتعالي للفيلم الذي يمكننا من
التحرك عبر الزمن بحرية كالعودة للماضي أو استشراف المستقبل عبر وحدات دقيقة متجزئة من الفعل الحاضر يتم تركيبها. التركيب هو وضع شيء بجانب شيء آخر ووحدة منفصلة من الأحداث مع الأخرى على الشاشة. ونجد ذلك البناء الزمني موجود بالطبع في الرواية، ولكن الاختلاف يكمن في أسلاب مسافة إعادة بناء الخيال، فالفيلم يستطيع فعل هذا بشكل أسرع وإن كان بنجاح أقل على المستوى الذي يجعلنا نعاني من الامتلاء لهذه الوحدات الدقيقة المنفصلة. وإذا انتقلنا لإنتاج الصور الثابتة، وجدنا أن الكاميرا تضيق وتوسع الإطار عبر الإطلال الفاضح والرجوع التدريجي للخلف، وهو ما يعرف في المصطلحات السينمائية بالفيدباك والكلوز أب، كما أن الفيلم يقوم بتحويل انتباه الرائي من لقطة إلى أخرى عبر الظهور الصفري والإخفاء التدريجي، وهو ما يعرف في الاصطلاحات السينمائية بالزورينج إن والفيدينج أوت، فيتم تحويل تركيز الانتباه من بؤرة بصرية إلى أخرى، فالرائي يختار التركيز على بؤرة بصرية موضوع بصري داخل الصورة سرعان ما تزول ليتحول تركيزه لبؤرة أخرى، وتظل تلك البؤر تتحدب تنتقل من موضوع بصري لآخر، وتتحرك الكاميرا محافظة على الإطار الواحد. سيناريو حركة الموضوعات البصرية داخل سيل الصور المعروضة يراعى ذلك في التصوير فيما يسمى باللاكور، كما يراعى ذلك في المونتاج بشكل أكبر، لأن مبدأها الكاميرا، أي تشعر أنك المتفرج أنه يشاهد بدون الكاميرا، أي أن الكاميرا تتجاهل نفسها. وبالطبع رغم ذلك فإن ما تراه لا يكون ببساطة هو العالم الحقيقي، فما من فيلم إلا ويكون معد بإحكام مدروس بالتفصيل، مثل فيلم إزيشن تايم المدرعة بوتين ميكن، وهو من كلاسيكيات الأفلام العالمية. وللتقريب نقول مثل المومياء لشادي عبد السلام، حيث كانت كل لقطة مرسومة بالتصوير التشكيلي قبل تصويرها سينمائيا، أو أي فيلم يتطابق مع هذه المجموعة من الأفلام التي تهتم بالتفاصيل الصغيرة المنمنمة، أو التحكم في الصورة بعد التصوير بواسطة المؤثرات التكنولوجية الخاصة، وخصوصا هذه الإمكانيات المصنوعة بالكمبيوتر. الزمن المتقطع للصور الفوتوغرافية كمسافة فاصلة بين الزمن الفيلمي وزمن الرؤية يسمح للمشاهد أن يرى شيئا آخر غير النقطة المعطاة لتركيز الانتباه، لأن انقطاع زمن الفيلم كسلسلة من الصور المنفصلة الثابتة المعطاة داخل الزمن الكامن كإسقاط متتابع على الشاشة يؤدي لنتيجة تأليفية مؤقتة لأداء الصور، وهذا التأليف المؤقت لا يكون دقيقا حتى على مستوى حياتنا اليومية نتيجة التوزيعات السيكولوجية المختلفة للأفراد. نحن نعيش في سيل من المرئيات الآن، وتكون وحدة الملاحظة في عملية المعالجة الإدراكية متحكم فيها بواسطة المادة الضرورية فقط لنا التي تخاطب اهتماماتنا، وتكون غير دقيقة في عملية تجميعنا الفكري. وأكثر من ذلك، نحن لا نركز مطلقا على الطريق الممكن للكاميرا أن تجتازه لتصور هذا، إنها معالجة مفردة لدورة طويلة من الزمن، لهذا تختلف حساسيتنا وقدرتنا لكل مفردة معطاة كشيء في دورة زمنية طويلة. وحدة التتابع التي تخلق الملاحظات المدفوعة بمحتوى تأملي ما لنا هي التي تتعاطى مع درايتنا، بينما نحن نكون نفعل ونلاحظ أشياء أخرى. الفيلم يقدم بدقة بعدين فيزيائيين واقعيين، الخيط الرفيع بين الوهم والواقع يكمن في ماذا يقدم في الفيلم ليتخطى بسهولة هذين البعدين ويخلق منهما البعد الثالث. الإمكانيات المحملة بواسطة الكمبيوتر تصنع لنا احتمالات كبيرة لإدخال الخصائص الصناعية على الشعور بالعالم الواقعي. مثلا في هذه الأفلام غابة جامب أو ألين الخشبي أو زليجا، الفيلم محمل بمناظر ممتعة، ولكن فيلم مصنوع برمته وليس مصور. الفيلم المصنوع يزيد التساؤلات عن واقعية الصورة للفيلم، وكذلك تساؤلات عن الأدلة الفوتوغرافية عموما حتى وإن كانت لأغلاط اختبارية. ما يكون مؤفلم يكون واقع تحت الإرشاد التحكمي للسيناريو، فالسيناريو يلعب في الوسيط المرئي هذه القوة. مثل هذا نجده في وسيط الكتابة عموما، نستطيع فقط إحضار الخطوط الأولى للفعل المرئي في العالم، ويسمى رومان إن جاردن السيناريو أي
الإشارات الخاطفة اللامحدودة، أي خطة المظهريات التي تمتلك الامتلاء بواسطة خيال القارئ. فالسيناريو أكثر من كونه حوارا يوضع لأجل الأداء، يدخل في سلسلة الاختلافات الوسيطة، أولا خيال القارئ، ثانيا المجموعة الخاصة بالأداء داخل موقع التصوير، ثالثا في عملية الاختزال والحشد في غرفة القطع، رابعا في الإسقاط على الشاشة، خامسا وأخيرا في فعل الرؤية. التضاد مع صفحة الكتابة للرواية يكون في أن السيناريو معد للعب أو لسيناريو الشاشة، وهناك اختلاف جذري لتلك المستويات في التعامل مع الرواية. ولنأخذ هذه المستويات الثلاثة: القراءة الصامتة والتأويل الشفهي والتمثيل. القراءة الصامتة السائدة في الأكاديميات توضح نوع من التحكم التالي على النص، تحكم المقدرة الحسية النابعة من الأداء الحياتي الدنيوي الخاص بالقارئ، والذي يملأ خيال القارئ أثناء القراءة بالعالم في حدود ما يفرضه عليه النص بالإيضاح. أما التأويل الشفهي فهو يضيف بعدا جديدا خاص بديناميكية الصوت، إذ يعطي الصوت تكسيما محضا يبرز سيادة إعادة صياغة الخيال داخل القارئ الشفهي. فالكلمة تستحضر صوت مبرز، ففي حالة إلقاء الشعر مثلا يكون الصوت متضمنا وجامعا للمكونات الجوهرية للمعنى، وهذا في حد ذاته جزء من المتعة التي يجدها القارئ الشفهي لشكسبير، فهو يشاركه مشاركة شعورية في الخيوط المشكلة للمعنى، فهي تعطي للعارض مساحة من الحواء لتشكيل كل كامل من لا شيء. النص يعتبر التأويل الشفهي الخطوة الأولى على عتبة التمثيل، فبإضافة ملء توضيحي كامل في العالم المرئي على القراءة، التأويل الشفهي يجعل من المرء ممتلكا للوحدة المؤسسة للخيوط الأولية في التمثيل. يتضمن التمثيل أيضا محاولات الدخول في الخيال الخاص بالشخصيات الحاضرة بالسيناريو، لكن هذا أيضا يتعلق ببناء العالم المرئي أولا، حيث أن حالات من البنية الخيالية للشخصيات متضمنة في النظر للشخصية عبر فعلها كمجال مرئي عموما. فالرؤية تصنع الشرح للسيناريو، تلك الرؤية التي يصنعها الفيلم. ففي الفيلم تزداد أهمية المجال المرئي بوصف الفيلم نوعا من الحركة المرئية، وهذا لا يكون دائما لأجل ما هو أفضل. قارن مثلا بين الاقتراحات الخصبة الخاصة بالمعنى اللغوي للكلمات في رواية كونديرا، هذه الرواية في حولت لفيلم يعرض للعقدة والنشاط الجنسي. فإذا عدنا للرواية وجدنا ذلك الموضوع مذكور في حواف السياق الضخم للرواية، وتم حشده وتضخيمه من خلال التصديرات الضخمة حول العمل، والتصدير موقع وجود للآخرين ليس للمؤلف، والرواية يغلب عليها الطابع التأملي المقارن، فهي تتخيل الضوء في مناقشة بين بارمينديس ونيتشا. لكن الفيلم المرئي لا يوجه الانتباه لإطار العمل الكامل، وإنما يدخل العقدة والجنس في برواز، فهو يقدم معالجة فوق المستوى التأملي المقارن العميق، تتجه نحو النغز الأعمق للقوة المرئية الفورية التي تشدنا إلى الكيانات المكتلة المقفولة في الفيلم بشكل أكثر من الحس المنعكس للدراية الداخلية والمفصلية والحفرية في الرواية. التضاد بين الرواية والفيلم يظهر هنا بأن الفيلم يزيد من قوة المرئي، ليس فقط هذا، بل إن الشعور والإحساس بالفعل يكون ذو ظهور، فلا نجد امتداد للتعرض المرئي لدقائق بدون أي كلمة منطوقة. حتى في الأفلام الصامتة نجد الفعل المعروض واضح العناصر البؤرية التي تبالغ بإلقاء الضوء على الأفعال الملعوبة، كما يلعب عنوان الفيلم دورا كبيرا كمنظم فرعي لما تحت العنوان، وهذا يوفر الاتفاق التخميني الخارجي. فالفيلم الصامت يحتاج لهذا، يكون الإلقاء هنا في الأفلام الصامتة على مستوى قلبي. لهذا يقول الكثيرون أن الحالة الأرستية المسماة قراءة دون تمثيل بدون صوت أو صورة تكون ناقصة لكي تأخذ قوة التراجيديا. وكذلك ملاحظ السيناسكاي المجموعة الأصولية للدراما مثل الفضاء، الزمان والحركة، المقولات الأولية الصائغة للسينما لا تكون شيئا في الفيلم، لكن الفيلم يكون مجموعة شخصيات وأفعال. الحركة تتكلم في الأفلام الصامتة
لتسمح باستمرار الشخصية في متطلبات نموذجها الشائع عنها. الرواية والأداء والفيلم يشتركون في البؤرة، الفعل الإنساني المركز الحقيقي لعب الشخصية، يخط في الفعل عبر حالة إلهام الإلقاء، النوع للشخصية المفتقدة للعب والإحساس بتاع عالم البيئة الداخلية تكون خارج البيئة. هنا الكلمة المسموعة تكون الفعل الأولي، تغلق العلاقة مع التخمين ومتطلبات أكثر أو أقل في العادات والفئات. مثل نحن نلاحظ دائما الطيف المرئي يأخذ على أعظم البراويز في حالة الفيلم. الفيلم يكون القوة في البرواز الأعمق تأثيرا في حياتنا المعاصرة. الرسم في الكتل من الشعب والحركة والأشكال اللامتموضعة، وخصوصا عندما نضيف الموسيقى للفعل. هذه أغلب متطلبات الغالبة في أفلام اليوم، نقص كمية الجنس والعنف لكي يستحوذ على اهتمام المتفرجين. الفيلم يكون بشكل غريب هذه العناصر. إن المسرح الإغريقي القديم أفصى وحيدا ما يتم تحميل فيه الأفعال في مكان الظهور على الخشبة، وهكذا باعتبار أن واحد اقتراح إيتيمولوجي ممثل أوب سينس. الفيلم أكيد يحافظ على القدرة الإحساسية الإغريقية لأفلاطون وأرسطو، ويحافظ على الحالة التي تدور حول الألم نتيجة حجم التأملية الغير مسموح بها بدون إيضاح هذه التأملات. نستطيع شريطة كأي شكل فني آخر لا يستطيع، لأجل الاستحضار المباشر الحالي للرغبة. والأكثر من ذلك، رايسن في الألم أفضل تأمل محسوس. يشبه ولا يشبه الرواية، الفيلم يستطيع حشد الأفعال في سماتها الجوهرية. في العلاقة القصيرة الدورة للزمن الفيلم، يستطيع خصائص الدراما الجوهرية الخاصة بالمغزى الأطول كعقلة شاذية وجزء من الفعل الواقعي. المرحلة تكون أكثر مغزى بواسطة عدم الوجود القادر على صنع النوع المؤقت من الاحتمالات المحشودة في الفيلم. الفيلم يتناقض مع الرواية هنا، وواقعيا مع تصوير الحواف. إن الصورة خير من ألف كلمة. مرة أخرى التمثيل يضيف في السيادة المرئية البعد الإيمائي، تعبيرية الجسد المعاصر الذي يستحضر الفيلم مغلق لكي يوازي التصوير من بعيد، مثل التعبير الذي يكون متعلق به لكن لا يشبه المسرح ويشبه التصوير. الفيلم يستطيع استحضارنا بالكلوز أب للإمساك بالفتنة المعاصرة، فضلا عن أنه من منظور الفيلم لا يكون محدود جدا كالتصوير الذي يجمد اللحظة. لأجل الفيلم يستطيع إعادة والتركيز على ستايل الإيماءات الكلي. الفيلم يكثف قدرات الرأي للتركيز الكلي المسلح كونكريت على الشخصية المستحيل في الحياة المحكمة، لأنه في الفيلم نستطيع فتح الشخصيات التي لا تستطيع أن ترانا. الرسالة تكون الصدق لأجل المسرح، لكن لا يوجد في المسرح فتح كلوز أب. الفيلم لا يفعل بدقة إعطاءنا رؤية العين الإلهية منذ فرضية المعطى للوجود الكلي الشامل توتالا. يملك لا نقطة للرؤية، كل شيء واقف مطلق شفاف داخل وليس قبل مثل وجود. لكن الفيلم يعطينا النوع الإنساني من كل الحضور الكلي، حضور كل شيء، أمنية المخفي فقط، وأسطة المنظور المحدود للعين الإنسانية، المنظور السابق الضروري للرؤية الإنسانية. الفيلم يرجي تمايز الترحال بدون فوق اختلاس خصوصية للآخرين. فقط تأتي الفتنة الدائمة، الطيران على الجدار بالتأكيد هو يكون الافتراضي الخائلي. الحالة في المسرح بالرغم من أن كل نحن والممثلين يعرف أن نحن نكون نراه وهو يكون مرئي، الفيلم كامل الغياب للممثلين من المتفرجين المرئيين، وبواسطة الزوم أن يسمح للفيلم الرائعين لكي يأتوا فاضحين في طريق المستحيل في المسرح. وهذا مستحيل في المسرح ولا كل عند الكل في الحياة الواقعية. أبدا لأجل الطيران على الجدار بدون إلباك وقطع الفعل في اللعب، المجموعات الطويلة من العادات اللعبية كقاعدة، لكن مجموعات تكون مثبتة، والزمان المرئي يسمح لأجل مقارنة صغيرة جدا بواسطة طريق الاختبارات الحسية بين الأفعال في الفيلم التجزئية أو التعقيل للأحاسيس السنسية، مع السماح بفصلها لأجل الزمان والمكان للعملية الفيلمية من الزمان والفضاء للرؤية. يستحصل العالم كله حقيقي وصناعي محسوس لأجل وظيفة. كفاءات هذه تكون القاعدة لأجل عنوان ستانلي كافيل العالم لعمله عن الفيلم العالم المرئي. الكاميرا تستطيع الإتيان بالهوية للفعل في ما وراء الفضاء.
الفضاء المباشر لأجل المرحلة الأولى من ترقيق الفئات القيادة في هذه القاعدة داخل المحيط الداخلي للعالم. نحن نستطيع رؤية ذلك التضاد بوضوح لو نحن قارنا الأفلام المستقيمة للأداء الأوبرالي. أين العملية الفيلمية تحكم بواسطة مستوى الوصول؟ هذه هي النقطة العليا في عمل إنجمار برينجمان. ومتى العملية الفيلمية تكون فئة حرة لإيضاح الفعل فيما وراء أي مجموعة معطاة مثل الأداء بتاع كارمن لبراسيديو دومينجو؟ مستوى الحياة، مسرح الحياة، لا يكون فيلم في هذه الأفلام. مستوى الأداء لا يشبه أي تتابع حياتي لا تظهر له متى انتهى. الفكر الفيلم ربما الحياة على في ذاكرة والتأثيرات التي يمتلكها الفيلم على المشاهدين يظهر قبل حياة المتفرجين. مستوى التمثيل شعور فوق مسؤولية المتفرجين الممثلين في فيلم يكون أكثر من إبداع المخرج لأنهم بداخل العمل مثل التحكم الإخراجي الآخذ وحجرة القطع. الخروج الآتي من الترابيزة مختلف بين زمن الرؤية وزمن الفيلم. الممثلين في الفيلم لا يفعلون ضروري الأحداث عبر تعاقب العمل المرئي النهائي. المخرج ربما يضع شطة عند وقت كل جزء للفيلم الذي سيوضع في مجموعة مفردة لا مادة. كيف يعيد جزء هؤلاء سوف يكون منفصلين في الزمان المرئي. الممثلين في المتحركات يكونون علاقة مختلفة جدا. لكي يصل الأداء الكلي على مستوى الممثلين مثل البنية المحتملة للتأمل الروحي الآخذ في العقل الكرونولوجي وخلطه في الزمن الفيلمي، الممثل يحتاج فقط الذاكرة المتعلقة بجزء قصير من السيناريو المعطى له في الوقت الفيلمي. مستوى الممثلين بواسطة التضاد يحتاج لكي يمتلك الرياسة فوق إطار السيناريو امتلاك العلاقات الحرة في كيفية الأداء في الوقت المعطى له. فكر المخرج ربما يتحكم في الممثل قبل وبعد الأداء المعطي. خلال الأداء الممثل يكون في الشيء الممتلك وحده في الفيلم. هؤلاء يكونون لا يملكون أي شيء. لو هؤلاء يكونون الفيلم يكون وحده تحت سماحة المخرج. مرحلة الفكر ربما تأتي مصاحب متى اللعب يكون بدون موسيقى. الفيلم لا يشارك فيه الموسيقى يكون متعلق لكي يملك الفيلم بدون مصاحبة الموسيقى. هنا يكون بالطبع مغزى الاختلاف في دور الموسيقى في الفيلم أكثر هنا يكون في الأوبرا. في الأوبرا الموسيقى في البؤرة، في الفيلم الموسيقى تكون تحت الجانبية. حتى نحن نملك أفلام الأوبرا أو الموسيقى الموسيقية مثل أرسطو يميز الإنتاج العاطفي الفاقد للمكانة. إيسوس يشبه هؤلاء استحضار تحت الوضع الحقيقي أو كونديشن. أن يصنع الفيلم في هذا رأي تقييم محاكاة الشكل الفني لأجل الأوضاع الشروط كونديشن الواقع والسطح في التصوير عند الإعطاء الأفضل لنا الإشارات في المكانة اللاداخلية. الموسيقى تعطي مكانة بواسطة اختزالها فينا. تحرك الصور المعطى يزيد خلال النموذج الإيمائي، لكن الموسيقى أعظم في كونها إعادة إبداع المكانة في المصاحبة في الفيلم للأداء. الموسيقى تصاحب الوضع المبدئي لكي الفعل المرسم لنا يكون أقوى داخل أكثر الأفعال وحدها متحكمة بفعل إتاوة إجلال تقدير ثناء شيء يعمل أو يقال أو يقدم عبر عن الاحترام والإعجاب. لجون ويلتس يحضر رؤيتان للحس من الفك المفترس، واحد مع آخر بدون مصاحبة. ولماس الفرق في التأثير العاطفي يكون مدهش. الفيلم الجيد يتطلب موسيقى سجعية لنقل العلاقات المنفصلة. إن التغطية بالسيادة نفسها للمكان المؤقت بمصاحبة الموسيقى من الوجود الجيد للفيلم، والموسيقى تكون الرابطة. الموسيقى مع الإمكانيات العاطفية للمرء تحمل الاحتمالات للعواطف التأملية الروحية لا الأفضل الذي يستحق أن يكون لا يشبه أي وسيط آخر في ذلك. في البداية نحن ميزنا بأن الفيلم يكون المعادل الموضوعي المعاصر للقرن 21 للأوبرا وكرائيات العصور الوسطى. كل واحد يكون مادة لمجهود ساهم بالتجميع في الجزء للاختلاف النوعي للفنانين والتقنيين بالرغم من كل واحد يكون متحكم واسطة شخص واحد. في حالة الأوبرا المؤلف، لكن في حالتنا خلال المخرج، في حالة الكاتدرائية الخزفيين، في حالتنا يكون تجميع المجهودات على أجزاء مختلفة لفنانين وتقنيين. الفيلم يكون نهائيا العمل للمخرج المحرر الذي يطرز الأجزاء ويستحصل الكامل بداخل الوجود بواسطة الكولاج، تجميع خلال امتلاكه أو امتلاكها الفنية للوسيط الفيلمي وتأسيسه في إسقاط ثنائي الأبعاد وإبداء البعد الثالث خيالياً واقعيا للرؤية والصوت بواسطة
ترتيب الموسيقى. الفيلم يكون قادر على إبداع عواطف قوية مؤثرة تجاه الفعل المودد أو الحالة بواسطة الموسيقى. الفيلم يسمح للمتفرج بحضور كلي للرحلة لأجل خبرته، منجز متحمل نيابة عنه، ولله تحديد الممتد كفاءات من الإمكانيات والفئات، ولكي يكون رسم العاطفي داخل العالم مهتم بمود حالة الوصول بواسطة أي وسيط آخر. الفيلم يسمح لنا لكي تكون عواطفنا تأملية، فكرية، روحية، في طريق لا يوصلنا لحقيقة، لكن الفيلم أيضا يعطينا الغنى والامتداد الجذري والمصنوعات المادية لأجل مقارنة أكثر مع الحياة التأملية.